السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم بركان، معنا للا بديعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عمك وايبان، أهلا بنتي، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك، أخبارك عمك وايبان؟ لا بس عليك. ولله الحمد، بارك الله فيك بنتي، الله يطول عمرك. الوليدات، العائلة، كل شيء في أمان الله. ولله الحمد، بارك الله فيك. الحمد لله. اسمح لي أني ما تابك بزاف عميك وايبان. مرحبا بنتي ومرحبا وألف مرحبا. كدير أبركان، كديرين مباليها؟ كل شيء في أمان الله الحمد لله. تبارك الله، كنت في الحج معنا واحد سيد بركاني، تبارك الله، رجل معقول ودغري، وغادي تبقى ما كاينش له كلاك، غير أغرس أغرس. يعني البركانيين معروفين الحمد لله بهذا الصدق وقوة الإيمان واليقين والاجتهاد في العبادة، هذه شهادة لله. الحمد لله عنك أيضا، الله يجعلنا من أهل الإيمان وأهل الطاعة يا رب العالمين. بارك الله فيك لله. عميك أيضا، أنا بغيت غير نحكي لك يعني القصة ديالنا. إحنا واحد العائلة يعني كيف كنقولوا دمها حلو، كتشد فيها العين بزاف بزاف. إيه. لدرجة أن خوتي ماتوا بالعين. الله 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 الله. ولحد الساعة يعني فينا العين لحد الساعة، يعني ملي ولدتنا ما هكا بقينا. خوتي ماتوا بالعين. خويا مات عنده 25 عام شاب. الله أكبر. يعني بالعين، ما كانش سبب اخر من غير العين اللي قتلاته. لا اله الا الله. واختي كذلك حتى هي كانت عندها 5 سنين وحتى هي توفات بالعين. حيت كانت منين كانت الوالده تاخذهم هكا الافراح والعائله وكل شيء، كانوا كيقولوا لها نسى العائله، علاش كحنا حنا كنولدوا، نخليو غير بنت عمنا تولد. الوغ عميكو هذا منين كتجي للدار ما كيعقلوهاش، كيقولوا لها انت ماشي امنا. لا اله الا الله. وكيبقاو يبكي ويغوتوا، واختي بقات كتضعف تضعف تضعف حتى توفات هكذاك. الله الله الله. والاخ ديالي كبر، كان ما شاء الله، يعني ملاك في هيئه انسان. سبحان الله. ملاك في هيئه انسان ما شاء الله. وكانت العائله من كتشوفوا كيقولوا لها هذاك ماشي بشر، هذاك ملائكه. وما ما كيصليوا لا على النبي، ما يقولوا لا ما شاء الله لا تبارك الرحمن لا والو. وهكذا توفى، طلعتلو انك صدوا عند الجيران، نضت عندهم العافيه وصحوا معاه 8، كل شيء عاش وهو مات. لا اله الا الله. ايوا هذه هي عمي قايل، ولحد الساعه هكا العين معكسه لنا كل شيء، الامور ديالنا. عندي واحد الاخ ديالي، لا خدمه لا زواج لا كل شيء، عنده معكس. لا اله الا الله. كل شيء، وانا كذلك يعني واصله 38 سنه لا زواج لا والو، يعني اللهم لك الحمد من الحامدين الشاكرين. لا اله الا الله. الحمد لله، يعني نطلب غير الصحه والسلامه، ولكن كنحسوا باننا مترابطين ما شاء الله. وصف عمي لا اله الا الله بنتي، الله يفرج عليكم يا رب. امين يا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. بنتي كديروا شي اجراءات باش تتجاوزوا هذه الازمه اللي عندكم؟ من الحج كنديروا الذكر، القران، كنديروا قيام الليل، الدعاء، الصلاه، يعني القراءات، المعوذتين، الاذكار، كلشي كنديروا. انا بعدا شخصيا عليا كلشي كنديروا عمي الحج، حتى حاجه ما كنغفلها، اي حاجه كتقولها والا كنطبقها. لا اله الا الله بنتي. ورغم ذلك يعني عندنا عكوسات ما شاء الله وصفا عمي الحج ما شاء الله. الله يشفيكم يا رب. الله يشفيكم يا رب. امين عمي الحاج. داك الشيء علاش اتصلت بيك باش تدعي معانا يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. يرفع علينا هذا الشيء الحمد لله. وعندي شويه الوالده راه شويه عيانه، دعي لي معاها والواليد. لا اله الا الله. الله يحفظكم يا بنتي، الله يحفظكم جميعا، الله يشفيكم ويعافيكم يا ربي لاله بديعه، الله يحفظكم اجمعين يا ربي، وارحم الاموات ديالكم، وانا لله وانا اليه راجعون. شكرا لك بديعه، حكيتي لنا عن المعاناة ديال العائلة. لالا بديعة عرضت المسألة ديال العين، والناس ربما هناك من يتساءل واش فعلا
كاين هناك شيء اسمه العين ولا غير مجرد خواطر او خيالات او ظنون؟ هو الاصل ان الانسان بماذا يموت؟ يموت بالاجل. قتل كيف قدر، قتل كيف قدر. كل واحد ملي كيجي الاجل ديالو يموت، وبالساعه والدقيقه والثانيه والكيفيه والزمان والمكان، هادشي كله مكتوب في السجل وكيكون القدر. الانسان صادف قدره، هذا القدر، هذا هو الايمان اللي كنامن به جميعا. ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. فهو اجل محدد ومحسوم، لا زياده ولا نقصان. كل نفس ذائقه الموت، اذا جاء اجلهم لا يستقدمون الساعه ولا يستاخرون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وخلت تبغى تهرب عليه هو كيطلق عليك من الاتجاه الآخر. فهذه هي القاعدة الأساسية. لكن الطرح اللي قالته للا بديعة، واش فعلا هناك العين قد تصيب الإنسان وقد تتسبب في إزهاق روحه؟ أي نعم هي من القدر، أي نعم العين حق، العين حق. وفي القرآن العظيم اللي هو كلام الله رب العالمين، وفي الأحاديث النبوية الشريفة الثابتة عن سيد الأولين والآخرين، كلها فيها مؤكدات على أن هناك شيء اسمه العين له تأثير سلبي على بني البشر. مثلا نقرأ في كتاب الله تعالى لما يقول جل علاه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في هذا المقطع من سورة القلم يتحدث المولى عز وجل كيف أن هناك أناس كيضربوا بالعين. المشركين لما رأوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالنبوة وصار ينطق بالقرآن العظيم، قالوا هذا مجنون، حسدوه. كيف أن هذا كان راعي للغنم وكان فقير وكان يتيم، والآن سوف يسود علينا، سيرو سيدنا والناس يتبعونه ويقدمون له الولاء. فكرهوه وشعروا بنوع من الحسد. العين كتبه بالحسد اولا، كيكون عين الحسود فيها عود، كيكون الحسد هو الاول في القلب والكراهيه ثم كيضرب بالعين. فقال تعالى: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه بعض الناس هما مرضى يشكون له: يا رسول الله لقد أصابني كذا وكذا. فيعلم بأن مرضهم هذا ليس عضويا بقدر ما قد يكون مرض روحي، وقد يكون بسبب الإصابة بالعين. فكان يردد الكثير من الأدعية النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم: أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. معنى هذا أن هذا الدعاء النبوي الشريف يؤكد بأن هناك العين اللامة التي تصيب الإنسان. وكثيرا ما كان النبي الكريم يعالج بعض المرضى بهذه التحصينات، كأن يقول مثلا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالعين هي حق قد تصيب الإنسان في أي لحظة من اللحظات، وقد تؤثر على صحته ولعافيته. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العين قد تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني أن الرجل يكون سليم صحيح صحيح، واحد اللحظة كتسمع فلان الله يرحمه مات. باش مات؟ سكتة قلبية ولا جلطة دماغية ولا ما عرفناش، ولكن مات بالعين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، كيبان لك واحد الجمال صحيح ما شاء الله هذا الجمال، وربما قد في اليوم الموالي يذبح ويقسم لحمه ويدخل الى القدر ويطبخ، كان بالامس يرتع والان صار أكلة جاهزة للناس. فالعين حق قد تصيب الانسان. لهذا علمنا القرآن العظيم أننا إذا رأينا شيئا وأعجبنا أن نقول: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أعجبك شيء
قل هذه الكلمة. وقد جاء في سورة الكهفي عن صاحب الجنتين قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حسد نفسه، كاين اللي كيحسد نفسه، كاين اللي كيضرب العين بنفسه، كيضرب راسه براسه. هذا صاحب الجنتين أعطاه الله المال الكثير وأعطاه الخير الوفير وأعطاه واحد الفيرما جنة، أرض فلاحية فيها الكروم والزروع والثمور ويجري من بينها الوديان والأنهار، وكيقول أنا ما كيش بحالي، أنا هو الكل في الكل. ضرب نفسه بالعين فأصابه ما أصابه، قال لي لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قل هذه الكلمة تكون حرز عليك. على كل حال للا بديعة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. العين هي حق، وقد يكون الموت بسبب يعني بسبب أو بغير سبب، فكيبقى قال لي قل كل من عند الله. الله سبحانه وتعالى إذا أصاب العبد بشيء لا يمكن أن يخطئه ذلك الشيء، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد جميع هؤلاء الإخوة ديالك برحمته الواسعة، وأن يجعلهم في جنات النعيم، وأن يحفظكم ربنا سبحانه وتعالى من عين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن كيد الكائدين. دائما الإنسان يشعر بأنه عنده هذا المرض ديال العين، أنه يقرأ الآيات اللي فيها اللي أولها كان رد قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه كتسمى حرز. هذه الآية، هذا المقطع من الآية من سورة الحديد، يقول فيها الله تعالى هو الأول، الله هو أول، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر كل ما في الوجود يشهد على وجود الله، والباطن يعني مخفي وهو بكل شيء عليم. هذه كتخليك أنك عندك حسن حصين، كتقرأها هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على بكل شيء قدير. ثم كنقرأ آية الكرسي اللي هي آية العرش، فيها الحي القيوم اللي هو اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الناس ينامون وهو لا ينام، الناس يتعبون وهو لا يتعب ولا يكل ولا يمل، في كل وقت وحين يحفظك، آية الحفظ. ثم كنقرأ الإخلاص والمعوذتين، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه نقرأها في المساء والصباح عند شروق الشمس وعند غروبها، وربك يحفظك من العين. ودائما باش يبقى الإنسان في حماية كاملة يكثر من الصلاة على النبي المختار. أي عمل غديرو نبدأ بالصلاة على النبي ونختمو بالصلاة على النبي. أي عمل في تجارة، عمل إداري، اجتماع مع الناس في القسم، أو غدير واحد الدرس أمام التلاميذ، نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي ونختمه بالصلاة على النبي. أش يوقع؟ حماية كاملة للعين وللحسد ولكل الأمراض الروحية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ جميع عبادك المؤمنين. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل بلاء يؤذيك، من كل شر وشقاء يشقيك، من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد،
ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر. بسم الله أرقيكم، والله يرعاكم، والله يشفيكم، والله يبرؤكم، والله يجيركم، والله يعيدكم، والله يعصمكم، والله يحفظكم من شر كل المخلوقات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاد منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاد منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر الساحرين، ومن شر الشياطين. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس. الله يحفظنا ويحفظكم أجمعين بجاه النبي المصطفى الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.